البيضاء للأم. صباح الخير. ألو صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أنا الله يبارك فيك. أنا عندي ديك خوكيت بالدجاج. تحتاجوا صدر ديال الدجاج كاملة على حسب الأشخاص اللي كاينين. ديك خوكيت بالدجاج. صدر ديال خوكيت بالدجاج. كنحتاجوا صدر ديال الدجاج يكون مقطع قطع صغيرة. جوج بيضات مسلوقين محكوكين. جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين. جوج بطاطس يكونوا طايبين على البخار مبخرين. معكم زي ما شوي يقولوا بحال بيغي. جوج فرماجات من 30 و40 ماشي مشكل. شوية الملح شوية الملح شوية البزار شوية الثومة غبرة. و باغي غنديرو خصنا شوية البيض مطرب والدقيق وشوية ديال لاشابليغ. كندير القطع ديال الدجاج شي مقلاة مع الملح والبزار وشوية ديال الزيت ونخليهم تيتحمرو شوية ومن بعد نخليهم يتفاو ويبردو ونطحنوهم. ونخلطهم مع المكونات الاخرى اللي قلت كلها تدريجيا نخلطها شويه باش نخلطو المكونات كلها نخلطها تنسجم مع بعضها نديرو منهم مكونات وندوزوهم شويه ديال الدقيق فوس ومن بعد شويه ديال البيض مطرب بيض مطرب مع واحد المعلقه ديال الزيت وعاد ندوزوهم في لاشابليغ نديرهم في الثلاجه واحد الساعه ومن بعد نقليهم في الزيت ونديرهم في داك الورق ابسوربون داك اللي كيشرب نديرهم في الفران اللي بغى الواحد وبالصحة والراحة تقدموا لها سلطة هكذا. نعم الله يعطيك الصحة ويبارك لك لالا أنس. كنشكر كل المتابعين الأوفياء بالدار البيضاء. أصبحكم مبروكة أيضا.